الجزء اللي هنختم بيه النهاردة هو جزء اتكلمت عنه قبل كده كعنوان، ومحبتش أخوض في تفاصيل، لكن طلبات حضرتكم بتكون أوامر. اتكلمت عن أكتر من مرة بيجيلي رسائل وهي كتير الحقيقة، يونس هو يعني إيه وإحنا بنسمعك بننام؟ هو أنت صوتك بينيم مع أن أنت صوتك عادي وممكن يكون في حاجات بتخوف والساوند افكتس والحاجات دي، ولكن ليه؟ فأنا رديت قلت أنا مش حابب أقول تفسير، خلينا كده أزرف وألطف من غير منارغي وندوس في تفاصيل، ولكن أنتوا طلبتوا ده فأنا حضراتكم طلبتوا، ولكن طلباتكم واجبة التنفيذ. بس ممكن أطلب من حضراتكم طلب، لو ما انضمتش لجروب عيلة أحمد يونس على فيسبوك ياريت تنضم لي. الجروب فيه فوق 160,000 مشترك. كمان احنا لينا صفحة على فيسبوك، الصفحة دي بتنزل رعب، بس صفحة اسمها أحمد يونس AHMED يونس YOUNES. انا دايما بكتب اسمي بالA، ولكن دي الصفحة الوحيدة المختلفة علشان تبقى مميزة شوية، وعملناها AHMED يونس YOUNES. هتلاقي عدد المشاركين فيها 218,000. ياريت تشتركوا فيها علشان بنرفع عليها فيديوهات الرعب بعيدا عن يوتيوب، عشان اللي ما بيحبوش يدخلوا على يوتيوب تدخلوا على الصفحة دي. طيب ليه بننام واحنا بنسمع الرعب بتاعك يا يونس انت تحديدا؟ ليه كمان بتخيل حاجات مرعبة اثناء او بعد؟ قبل ما نجاوب على السؤال ده، خليني اسرد بعض المواقف اللي وصلت من حضراتكم للبرنامج. مواقف حصلت وما بيسمعوا حلقات الرعب، سواء قصص أو تجارب حقيقية حصلت بالفعل. وأحب برضو أن أنتوا تشاركوني بمواقف حصلت لكم على جروب عيلة أحمد يونس أثناء أو بعد سماعكم للرعب. أنا متعود أسمع حضرتك من 5 شهور كل يوم الساعة 1 بالليل أو 2 بالليل. الغريب أن أنا لاحظت أن أنا بنام على فيديوهاتك وأنا بسمعها. بقيت أقول عادي، يوم وهيعدي. في يوم كنت بسمع وانت بتقول طلسم تحضير، فجأة نمت، وانا متأكد وانت قريت اكتر من مرة ان الطلاسم دي مش حقيقية، بس نمت وحلمت حلم غريب جدا، مع العلم ان انا مش من الناس اللي بتخاف. حلمت ان انا في مكان معرفوش خالص، وفي قدامي بيت تحت الانشاء وكنت واقف برا. بعد شوية لقيت هوا شديد مخيف، ببص لقيت واحدة ست شكلها يخوف جدا. ما قدرتش أبص لها تاني، وفضلت أقرأ صور من القرآن وأنا خايف جدا لحد ما اختفت. وبعدها جريت دخلت البيت اللي هو تحت الإنشاء، لقيت 2 أعرفهم وواحد تالت معرفوش. بعد دقيقة لقيت نفس الهوى الشديد اللي حصل برا، ولقيت الست أو الشيطانة دي ظهرت تاني، وبعدين فضلت تقول نفس اللي انت قلته في القصة يا يونس. صحيت مفزوع جدا، والحسن الحظ كان الفجر خلاص على وشك انه هيأذن، وبالمناسبة الراديو انا ببقى مشغله دايما على القرآن لقيته مطفي. تعالوا نروح لمشاركة تانية. مساء الخير يا يونس، انا اسمي هبة الصاوي، عاوز احكي لك موقف حصل لي مع حلقات الرعب على راديو 90 وعلى يوتيوب احمد يونس. في يوم بنتي الصغيرة كان عندها 7 سنين، رصت كل الالعاب بتاعتها الخاصة بيها في طرقة البيت وخلت وشهم كلهم للحيطة. انا عادي يعني مش دعوة. المهم يقوم يجي البرنامج بتاع حضرتك، وانا من عادتي بشغل الراديو وانا شغالة في المطبخ، وببدأ شغل المطبخ والبيت كله نايم. فإذا بالحلقة تبدأ والأصوات المخيفة والمزيكا المرعبة وأدائك اللي يخوف يشتغلوا، وانا اندمجت وكنت حرفيا من كتر الخوف عايز اروح اطفي الراديو وخايف اتحرك. وإذا بي لمحت أو تخيلت بطرف عيني زي لعبة من الألعاب بتوع بنتي بتتحرك وبتمشي. اقسم لك ده اللي حصل. انا لمحة ده بطرف عيني، ولكني ما ببصش. ناجي بيقول انا متعود اسمعك يا يونس وخصوصا بالليل، واحط السماعات علشان اعيش مع جو القصة، وخصوصا انك بتلعب بالمؤثرات الصوتية بال3D، ودي حاجة انا بحييك عليها. وفي يوم كنت بسمعك وكانت الساعة 2 بالليل والجو كان برد جدا في الليلة دي، وده يا يونس واسأل المعلمين ده مزاج الرعب يعني في عز البرد. جبت بطانيتين وقعدت على السرير وشغلت الراديو، ويومها كانت حلقة تجارب حقيقية تحديدا، وانا بسمعك نمت مفيش مشاكل. انا بتعود انام وانا بسمعك كتير،
وانا نايم حسيت ان انا مش قادر اتنفس، وشويه وانا بين النوم والصحيان اتهيأ لي ان في ظل راجل واقف قدامي وبيبص عليا. بقيت مخنوق عاوز انادي على زمايلي، صوتي ما بيخرجش. كنت عاوز اقوم، حسيت ان انا متكتف في السرير ومش قادر اتحرك، وفضلت على الحاله دي مده طويله. وكنت سامع حضرتك صوتك في الخلفيه مكمل. ايوه انا نايم وسامعك مكمل. واللي انقذني من الحاله دي ان امي دخلت عليا الاوضه وبتقول انها لقيتني بترعش، صحتني. وانا معرفش ده كان ايه تفسيره. يا جماعه، مواقف زي دي متكرره وبتوصل لي كتير وبتسالني عن السبب، وخصوصا احنا ليه بننام واحنا بنسمعك يا يونس. هنقول الاول الاجابه المنطقيه الجميله اللطيفه الظريفه، انا صوتي مريح، انا من الاصوات الهاديه اللي هي مش مزعجه، مش 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 صاخبه، مش الاصوات العاليه، يعني حتى مش قصدي ازعاج قد ما هو قصدي من الاصوات اللي هي صوتها او التون حاد وعالي. وجو الحواديت يا جماعه عموما بينيم، يعني دايما هي جرت العاده ان انا احكي لك حدوته فتنام، وخصوصا ان احنا بقى بنتكلم في وقت خلاص، يعني اللي هو انت هتسمع كده كده القصه اللي هحكيها وهتنام. احنا تعودنا ان احنا نسمع حواديت الشاطر حسن والحاجات دي فنام، لكن انا الحمد لله قدرت احط شكل من الحواديت مختلف جدا، فبقيتوا انتوا حضراتكم بتناموا على قصص الرعب مش على حواديت الشاطر حسن. هدوء وجو هادي وملفوف بقى ونايم وفي السرير وخلافه، فهتنام. ممكن طبيعي في الأحلام بنسبة كبيرة بعد ما تنام هتكمل اللي أنا قريته أو تتقمص كل التفاصيل من جديد وتتأثر بيها، أو تصحى مخنوق أو يجي لك الجاثوم. دي الإجابة اللي أنا بعتبرها إجابة جميلة ولطيفة جدا، وأنا بطلب منكم تقتنعوا بالإجابة دي أهم. بس برجعنا للمعالجين الروحانيين يا جماعة، وصلنا لإجابات مختلفة، وعايز كل واحد منكم يختار إجابة من الإجابات اللي أنا قلتها، أو الإجابة بتاعت إن البني آدم اتعود إنه ينام على صوت الحواديت. كل واحد فينا هيحس أنسب إجابة ماشية معاه إيه. الإجابة الأولى، ليه بنام وأنا بسمعك يا يونس؟ 1، هروب القرين من سماع أي ذكر، ووسيلة هروبه إنه ينيمك فورا علشان ما تسمعش. والقرين هو صنف خاص من أصناف الجن ملازم للإنسان، وصفاته عكس صفاتك، وعشان كده لما بيكون في جزء فيه قرآن أو ذكر بيحاول إنه ينيمك علشان ما تسمعش تماما. وده اتكلم عنه أحد المستمعين وقال أنا كنت بسمعك في يوم يا يونس وفجأة نمت وبدأت أشوف أحلام غريبة وأصوات ملهاش أي مصدر منطقي. كنت حاسس إن في حد نايم في السرير جنبي، وبحس إن حد بيقعد على السرير وأنا نايم. عارف لما تكون قاعد أو نايم وتحس بحد بيقعد جنبك؟ لكن لما كنت فتح عينيا ما كنتش بلاقي حد. هل التفسير ده منطبق عليك؟ ما تقولش او لا غير لما نخلص خالص كل التفسيرات، وادخل على جروب عيلة احمد يونس اللي فيه فوق 160,000 وقول لي انا الجرو انا التفسير الفلاني هو اللي بينطبق عليا. التفسير اللي قلناه ان الجن بينفر، وخصوصا القرين، من سماع الذكر، فاسهل حاجة واول حاجة بيفكر فيها انه ينيمنا. 2، هوام الجن وعمار البيت أول ما بنبدأ نجيب في سيرتهم بيحصل صراع شديد بين الاتنين. عمار البيت الطيبين بيعملوا إيه؟ بينيموا حضرتك حماية ليك، وعمار المكان هم الجن الساكن، منهم الضعيف ومنهم القوي الشديد، ودول صنف من أصناف الجن وأغلبيتهم من قبيلة من أكبر قبائل الجن اسمها قبيلة بنو غيلان، والملك بتاعهم اسمه طارش. من الحاجات المميزة لعمار الدار أو عمار الدار إن طبيعتهم قريبة جدا من طبيعتنا كبشر، وده بيكون بنسبة كبيرة جدا، وليهم حياتهم الخاصة زينا بالظبط، وبيكونوا بمثابة قوة وحصانة ودفاع عن البيت ضد مطاريد الجن والجن الخبيث وهوام الجن. وأحيانا لما بيدخل هوام الجن البيت بيحصل بينهم وبين العمار قتال ومعارك حرفيا دامية. فحضرتك لما بتسمع اللي أنا بقوله، إحنا كده تسببت أنا في هذه المعركة أو استفزازهم، فبيحصل الحرب دي، فبيقوموا يعملوا عمار البيت إيه؟ ينيموك حماية ليك تماما. هوام الجن لما بيدخل البيت بتشعر بمرور حد من ناحية
جنبك الشمال أو من ورا ظهرك أو بتلمحه بطرف عينك، أو ممكن تسمع أصوات ناس بتجري فوق البيت، أو تشعر بحرارة في حتة من جسمك يعني معينة، أو يحصل حكة في جسمك في مكان معين، وده بيكون بسبب لمسة أنت للأسف مش سبب فيها. وقتها بيتدخل عمار المكان، ولما بيطردوا هوام الجن وبينتصروا في النهاية، بتصحى وقتها من حالة النوم اللي كنت دخلته بسبب ان هما اللي نايموك، وبتشعر ان المكان اهدى واوسع والأوضة هادية. وده حصل مع احد المستمعين اللي حكى لنا، وبيقول انا في يوم كنت سهران في البيت انا واختي، واهلي كانوا مسافرين وكنا بنسمعك يا يونس، وبعدين دخلنا ننام. بعد شوية صحيت فجأة انا واختي على صوت خبط جامد في صالة البيت، الصوت كان واضح جدا لينا احنا الاثنين، لدرجة انه مستحيل يكون وهم او خيال. المهم رحت اشوف في ايه، بس الصالة كانت فاضية ومفيش اي حاجة غريبة. رجعت تاني نزلت وحاولت اكمل نوم، لكن مرة تانية سمعت صوت خبط ورزع اقوى من الاول بكتير في الصالة والمطبخ، وسمعت اصوات ناس كأنها عمالة تنادي على بعض، لدرجة ان اختي خافت جدا وكانت عاوزة تتصل بالشرطة. حاولت اطمنها وبعدين خرجت اشوف تاني، لقيت خيال اشخاص كأنهم عمالين يتخانقوا مع بعض، وعناية زغللت بشكل رهيب، وكأن انا شفت حاجة مش المفروض اشوفها واختفوا. ايوه كان في حركة سريعة جدا واختفوا في لمح البصر، لدرجة اني شكيت في عناية وشكيت في اللي انا شفته. احنا قلنا تفسيرين. التفسير الاول هروب القرين من انه يسمع الذكر فبينيمك. التفسير الثاني الحرب الطاحنة بين هوام الجن والمطاريد والجن الخبيث والعمار الطيبين، فالعمار حماية ليك بينيموك. جاهزين تسمعوا التفسير الثالث؟ يلا بينا. الجن ما بيحبش حد يعرف معلومات عنه، وحضرتك باني حكيت كتير وبان انت بقيت ملم جدا بامور الجن، الموضوع ده بيعصبه. وده خلينا نروح لحكاية صديقنا عبد العظيم قالها لنا. قال انا من كتر استماعي للبرنامج بقيت عارف تقريبا كل شيء عن الجن، وبقيت متوقع انت هتقول ايه، وبقيت لما اقعد مع صحابي احكي لهم وهم بيكونوا منبهرين بكم المعلومات، وبقى عندي تارجت يا يونس ان انا اخلي كل الناس تسمعك الحقيقة. ولدرجة ان انا مثلا جالي وقت بدأت ادور على ناس تانية واسمع قصص رعب من ناس تانية واشوف فيديوهات رعب، ولكن كنت بلاقي نفسي لا اراديا برجع ليك تاني، وكأن في نوع من الادمان الغريب. في يوم كانت الساعة حوالي 2 بعد نص الليل، وكان وقت البرنامج خلاص في النهاية، سمعت صوت نفس عالي كأنه صوت فحيح تعبان. بصيت ناحية الصوت لقيت شخص طويل نوعا ما، أقرع، عينيه واسعة جدا وبتلمع بشكل غريب، كان لابس حاجة أشبه بالجلابية، كانت قصيرة جدا عليه تقريبا يعني تحت الركبة بشوية، أكمامها كمان كانت قصيرة جدا، لكن ما كانش زينا. لون بشرته كان بيميل للزرقة. واقف قدامي ورافع ايديه في مستوى ايد من ايديه في مستوى كتفه ومسلطها ناحيتي، اما ايده التانية كان منزل كوعه زي اللي ايده مكسورة، وكان بيبصلي وبيبتسم ابتسامة خبيثة جدا. بدأت استعيذ بالله من الشيطان الرجيم واسمي واقرأ كل اللي يجي في بالي من القرآن، فضل موجود زي ما هو. قمت من مكاني وقربت منه عشان اتأكد ده حقيقي ولا مش حقيقي، معرفش جبت الجرأة دي منين. قربت منه وهو متابعني بعينيه وابتسامته بتزيد اكتر واكتر. في الوقت ده صرخت، جريت بره الاوضه ورحت نمت مع اخويا. ولما صحيت تاني يوم لقيتني في اوضتي، وقلت لاخويا هو انا مش جيت نمت عندك بالليل؟ قال لي انت لا نمت ولا جيت اصلا ولا سمعتك بتصوت ولا الكلام ده، يعني كل اللي حصل ده حصل في اثناء النوم. الشاهد ان الجن ما بيحبش حد يعرف معلومات عنه، وما بيحبش حد يروج شائعات عنه، فبالنسبة له اللي أنا بعمله ده زي ما بيقولوا كده إيه، حاجات هو مش حابب إنه يسمعها ولا حضرتك تسمعها عنه. جاهزين للتفسير الرابع؟ يلا بينا. حضرتك بعد ما بتسمع وتدخل في المود بيبقى ده وقت أنت مؤهل جدا للتواصل مع الجن العاشق، فبينيمك علشان يتمكن منك، زي ما حصل مع أحد المستمعات اللي حكت وقالت أنا كنت متعودة أسمعك يا يونس، وفي مرة من المرات جوزي كان قاعد قدام التلفزيون وأنا دخلت أنام، فنام هو برا من غير ما أحس، وحوالي الساعة 2 صحيت على صوت حد بيتنفس جنب مني، بفتح عيني لقيت وش جوزي قدامي في خلقتي، بس شكله كان مخيف جدا وراسه أكبر بكتير من راسه بحجمها الطبيعي. صرخت
لقيت جوزي جاي يجري من الصالة وحكيت له وفضل يقرأ عليا القرآن ويرقيني ونمت بعدها. وقصة تانية لمستمعة تانية بتقول: أنا عارفة من زمان إن أنا عليا جن عاشق، بس الغريب يا يونس إن في يوم الجن العاشق ظهر لي على هيئة في الحلم. كانت هيئة مين؟ كانت هيئتك. أقسم لك إن اللي حصل زي ما بقوله ليك، كان حلم، أنا ما بقولش إنه حقيقة، بس شفته، شفته على هيئتك وما خفتش واتبسطت إن أنا شفتك. وبعدها حذرني إن أنا أسمعك، وكان بيحذرني على لسانك وبيطلب مني إن أنا ما أسمعكش تاني أو ما تسمعنيش تاني، علشان سماعك ليا هيأذيكي. يعني التفسير الأخير إن سمعنا القصص الرعب واندماجنا بيفتح بوابات بيننا وبين العالم الآخر، وبيخلي اختراق الجن العاشق أو تواصله معانا سهل جدا، فبينيمنا علشان يقدر يتواصل أو يظهر في الأحلام بشكل أو بآخر. جاهزين للتفسير الخامس؟ المكان اللي حضرتك فيه هوام الجن بيبقوا مركزين جدا باللي بيتقال عنهم، وبيبقوا في حالة غضب شديد، وده بينعكس عليك بأعراض ما بين الصداع، ألم في الظهر، ألم في الرقبة، حرارة فجائية، دوخة، الراس تقيلة، حاسس إن راسك تقيلة، وعايزين يعرفوا هل أنا كيونس مدعي وكاذب ولا صادق، فعايزين يكملوا بعيد عن أي استغفار غير محسوب أنت ممكن حضرتك تقوله، فيتسبب في إن هم يتأذوا وممكن يتحرقوا. كمان ممكن حضرتك بتستخف بوجودهم وأنت بتسمع، وأحيانا بتقلب معاك بضحك، وده بيضايقهم جدا، لأن الجن برغم ضعفه إلا إنه قدر يعمل هالة من الغموض حوالين نفسه، وإنت ببساطة هو شايف إن إنت بتبوظها له باستخفافك بيه، وفي نفس الوقت هم متأكدين إنك بتستمتع بحالة الاستماع والاندماج مع قصص الرعب أو الملفات أو التجارب اللي أنا بحكيها، فانتقاما منك بيحرموك من المتعة دي. يعني الموضوع كله إنت بتنام من باب الانتقام منك مش أكتر. بيوصلوك لمرحلة إنك تقتنع تماماً إنك لو عاوز تنام اسمع يونس. ممكن كمان يتسلط عليك الجاثوم أو الجن اللي كرهك فيا كيونس علشان ما تسمعنيش بأي شكل، لأن هيربط لك إن أنا بسمع يونس بيحصل لي بلاوي، بتخنق، بشوف عفاريت، بشوف كوابيس، فهم بيخلوك توصل للمرحلة دي، زي ما حصل مع صديقتنا يمنى اللي بتحكي وبتقول: أنا كنت بسمعك يونس وفجأة حسيت إني دايخة ومصدعة ومش عارفة أفتح عينيا، قلت ادخل انام شوية يمكن دماغي تهدى من الصداع. انا معرفش نمت قد ايه، بس حلمت بحلم غريب. حلمت ان انا بكتب تعليق على الصفحة بتاعة الجروب بتاع العيلة اللي انا موجودة فيه، وكنت بسأل عن الجن وملوك الجن واسمائهم. فقت من الحلم على الجاثوم، اعراض شلل النوم اللي حضرتك بتقولها دايما، مش قادر اتحرك، واعية بكل اللي بيحصل لكن حركتي صعبة، بقاوم وبقاوم وبقاوم، وبقوم في الآخر من على السرير وبروح لحد أوضة أمي بمعاناة شديدة وماشي أخبط في الحيطان، أفتح الباب ومش قادر أنطق بكلمة، أفضل أخبط إيدي عليها علشان تصحى، ما بتصحاش، أقعد في الأرض يتصحى بعد كده هي وأبويا يبصولي الاتنين ويبقوا واقفين وما يقربوش مني، وقرب أبويا ومسكني من رقبتي وخنقني. فضلت أشاور لأمي إنها تنقذني، كانت بتبصلي بابتسامة كلها شر وغضب ورعب. للأسف سامحني يا يونس، من وقتها أنا بقيت لو هسمعك أسمعك بالنهار، مش هقول إن أنا بطلت أسمعك علشان ما بقاش كذابة، لكن أنا فعلا بقيت أسمعك بالنهار، لأن أنا لما بسمعك بالليل بيحصل لي كل الحاجات المخيفة والمرعبة اللي ممكن بني آدم يتحملها أو ما يتحملهاش. كده احنا قلنا التفسير كالآتي: التفسير المنطقي ان انا صوتي مريح جدا، وان احنا متعودين على الحواديت طول عمرنا والحواديت بتنايم، وبما ان انا غيرت فكرة الحواديت من اول ما بدأنا الرعب زمان من على القهوة، فتحول فكرة الحواديت ليك وانت تربيت زي ما بيقولوا على رعب يونس، بقت الحواديت المرعبة هي دي بالنسبة لك حواديت قبل النوم، فبقيت تنام. التفسير التاني القرين. القرين بيهرب من انه يسمع اي ذكر فانه يعمل ايه؟ ينيمك. التفسير اللي بعد كده هوام الجن. بيدخلوا في صراع مع عمار البيت مجرد ما انا ببدأ احكي في القصص واقول اي شكل من التلاصم او احكي عن اي حاجة تخصهم. فالعمار الطيب من البيت بيعملوا ايه؟ بينيموك. مش عايزينك
تتأذي بأي شكل، لأنه وارد الصراع اللي يحصل زي ما بيقولوا بالبلدي كده حد فينا يتلط فيه في النص ولو بالغلط. التفسير اللي بعد كده، الجن ما بيحبش حد يعرف معلومات عنه، وحضرتك بقيت ملم جدا مش من القصص بس، لا ده انت بقيت تقرأ وتدور بدل المرة 5 و10 كمان، فهو بينيمك عشان مش عايزك تعرف معلومات خالص. التفسير اللي بعد كده، هوام الجن بيبقوا مركزين وغضبانين جدا باللي بيتقال عنهم، فبيبقوا قلقانين جدا من ان اقول اي ذكر او حضرتك تستغفر في اي لحظة. فالحل نام خالص، علشان احنا مش عايزين نتأذي، لان الأذية ممكن تتسبب في اننا نتحرق. التفسير اللي بعده، سماعك لقصص الرعب او سماعك لقصص الرعب والقصص اللي بنحكيها والملفات والتجارب بيخلق حالة من الشفافية الرهيبة جدا والعالية جدا، فبيخلي الجن العاشق يخترق حضرتك وحضرتك بسهولة. والجن العاشق بيتواصل معانا ازاي واحنا نايمين؟ فعلشان يحصل هذا التواصل بأي شكل كان بيخليك تنام. والتفسير اللي بعد كده، انهم عاوزين يكرهوك فيا، فيجولك في هيئة كوابيس وينيموك علشان تشوفني بكل الصور البشعة وتكرهني بأي شكل، وتربط بيني وبين الجثوم علشان بالنسبة لك تسمع يونس تتخنق يحصل مشاكل جثوم فبطل تسمع يونس. دي التفسيرات اللي أنا مكنتش حابب أقولها لما سألت أكتر من حد، لأن أنا يا جماعة أنا مش بهزر، أنا جالي كمية مشاركات عن فكرة إحنا بننام وإحنا بنسمعك يا يونس وعايزين تفسير، وعلى فكرة بنبقى شاربين قهوة ومجهزين كل حاجة وواكلين والمفروض سهرانين وبنسهر كل يوم عادي جدا، نيجي عندك أنت وفي أي وقت ننام. اختاروا التفسير اللي يناسبكم، انا قلت كل التفسير، وقلت في الاول تفسير جميل ولطيف، اختاروا انتوا اللي شايفينه مناسب حضراتكم. ادخلوا على جروب عيلة احمد يونس اللي فيه فوق 160,000، يلا اشتركوا فيه لو ما اشتركتوش، واكتبوا في الـ في الـ في الـ في المنشورات والبوستس انت شايف نفسك بتميل اكتر لاي تفسير من هذه التفسير بينطبق عليك. كده خلصت حلقتنا النهاردة من كلام معلمين، يارب تكون حازت على اعجابكم، وبشكركم جدا على سؤالكم الدائم عني وفوق دماغي فوق راسي، وياريت تنضموا وتشاركوني كمان وتبقوا موجودين عندي على انستجرام، علشان انا بتشرف ان انتوا تبقوا موجودين. وانستجرام عندي هو احمد يونس official AHMADYOUNESS بعد كده underscore official OFFICIAL. طبتم وطابت أوقاتكم، وسهرة سعيدة، وأجازة لسه مكملة، ولونج ويكند، وسلام عليكم.